السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة أسماء ديدي في درس الرياضيات المثلثات تصنيف وإنشاء. نبدأ بإنشاء أول نوع من المثلثات قائم الزاوية. إذا نحتاج قلم، مسطرة، بركار وقوس. أول شيء نأخذ المسطرة ثم سنرسم قاعدة المثلث، أي الضلع الذي سيمثل القاعدة. إذا من طبيعة الحال بالمسطرة وبقلم الرصاص بعد ذلك سوف نحدد رأسي أو طرفي هذه القطعة. إذا نقطتين، ثم نأخذ القوس ونرسم زاوية قائمة، وذلك بوضع رأس القوس أو رأس الزاوية القائمة على طرف القطعة. يجب وضع القوس بشكل جيد على الضلع لكي نرسم زاوية. إذا وضعنا الضلع على الضلع، ثم سنرسم الضلع الآخر بقلم الرصاص طبعا لنحصل على زاوية قائمة قياسها 90 درجة. إذن هذه زاوية قائمة. نحدد الرأس الثالث للمثلث وبعد ذلك نربط بين النقطتين لنحصل على الضلع الثالث للمثلث. من طبيعة الحال يجب استعمال المسطرة وقلم رصاص للربط بين النقطتين، وبهذا نحصل على مثلث قائم زاوية. لا ننسى رمز الزاوية القائمة على المثلث. نمر الآن إلى المثلث متساوي الساقين. إذا أول شيء دائما نرسم قاعدة المثلث، سيكون طولها 10 سنتيمتر. بعد ذلك نحدد رأسي المثلث أو طرفي القطعة. نضع النقطة الأولى ثم النقطة الثانية. نأخذ البركار وسوف نحدد طول الساقين. إذا سيكون طولهما 5 سنتيمتر. نأخذ البركار، نضع إبرة البركار على 5 والفتحة الأخرى على 0، وبذلك سنحصل على فتحة بركار طولها 5 سنتيمتر. ثم نأخذ البركار ونضعه على الرأس الأول ونرسم قوس. لا يجب أن نغير فتحة البركار، سوف نحتفظ بنفس القياس ونذهب أو نمر إلى الرأس الثاني ونرسم قوسا آخر. تقاطع هذين القوسين سيكون هو سيحدد لنا النقطة الثالثة أو رأس الثالث للمثلث. ثم نرسم أو نتمم رسم الساقين، وبهذا نحصل على مثلث متساوي الساقين. نمر الآن إلى مثلث متساوي الأضلاع. دائما نبدأ بتحديد القاعدة. إذا نرسم القاعدة بقلم رصاص، سيكون طول القاعدة مثلا 8 سنتيمتر. وبما أنه مثلث متساوي الأضلاع أي جميع الأضلاع لها نفس القياس، القاعدة 8 سنتيمتر وأيضا الساقين 8 سنتيمتر. إذا نأخذ البركار لنرسم الساقين، نأخذ نفس قياس القاعدة. إذا نضع الشوكة أو الإبرة على الرأس الأول ثم نفتح البركار لنأخذ قياس هذه القطعة نفس القياس، ثم نرسم القوس الأول. بعد ذلك يجب الاحتفاظ بنفس القياس، لا يجب تغيير فتحة البركار، انتبهوا. ثم نرسم القوس الثاني، وكما قلنا سابقا إذا تقاطع هذين القوسين سيحدد لنا النقطة الثالثة أو الرأس الثالث للمثلث. نحدد الرأس الثالث وبعد ذلك نصل بين النقطتين للحصول على الضلع الأول
ثم الضلع الثاني. من طبيعة الحال يجب استخدام المسطرة على الدفاتر لرسم الضلعين، وبهذا نحصل على مثلث متساوي الأضلاع. هذا الضلع له نفس طول هذا الضلع ونفس طول القاعدة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.